المواطنين يشكون من الجباية. نعم. الجباية تكون مقطوعة. نعم. البيت مساحته 600 متر يتحاسب مثل البيت اللي خلينا نقول 50 متر أو 100 متر. أستاذ زياد، بالنسبة لنظام الجباية صراحة بعد تحرير مدينة الموصل من عصابات داعش الإرهابية، كانت مديرية ماء نينوى طبعا صلاحياتها تابعة للوزارة، فوزارة السكان والإعمار عن طريق المديرية العامة للماء أرسلت كتاب بالعمل بنظام المسقفات وإلغاء العدادات. طبعا هذا النظام نظام حقيقة يؤثر على المواطن الموصلي الكريم، وإجتنا مناشدات صراحة من قبل أهلنا في الأيسر وفي الأيمن وفي حقيقة عموم محافظة نينوى. نحن بدورنا كمديرية لا توجد لدينا صلاحيات لإلغائه، ولكن مباشرة قمنا بإصدار كتاب إلى محافظة نينوى لمخاطبة المديرية العامة للماء عن طريق المحافظة لإلغاء هذا النظام، نظام المسقفات والرجوع إلى نظام العدادات. طبعا قبل 10 أيام قمنا بهذا العمل، وإن شاء الله سنسمع أخبار تسر المواطن بهذا الخصوص ونرجع إلى نظام العدادات. نظام العدادات ما يكون أفضل للمواطن لو نظام لا لا، أكيد 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 أكيد. نحن طبعا السيد المدير المحترم، وصراحة أنا شخصيا عملت منذ فترة على إلغاء هذا النظام، لأن النظام يؤثر على المواطن. تعرف أنت مواطن يعني لديه معاناة كبيرة ومدينة منكوبة، وتعرف أنت أشطار بالمدينة حقيقة وراء التحرير، فإحنا نريد أن ننصف المواطن. إحنا كمديرة ماء نينوى حاليا نعمل على إنصاف المواطن بالرجوع إلى نظام العدادات. السيد المحافظ وجه بهذا الخصوص، ونحن كإدارة ماء نينوى كذلك عملنا على هذا الأمر. ننتظر فقط مفاتحة المديرية العامة عن طريق المحافظة، لأن نحن أرسلنا كتاب للمحافظة كما أسلفت. مجرد الكتاب يصدر من المحافظة إلى المديرية العامة ويأتي الجواب بإلغاء هذا النظام، ومتفائلون إن شاء الله بأن ستصدر بها موافقة إن شاء الله سبحانه وتعالى في سبيل نقلل من معاناة المواطن. أستاذ أحمد، لو عادت العمل في نظام العدادات، نعم، هل متوفر العدادات في المديرية؟ إن شاء الله في الخطوة الأولى طبعا إذا لغى هذا النظام، في نفس الوقت سنخاطب المديرية العامة ونخاطب الحكومة المحلية في نينوى لتوفير العدادات، وإذا لدينا كذلك خزين في المديرية نستثمره ولو مراحل، مرحلة مرحلة، في سبيل الخروج من هذا النظام حقيقة الذي أثر على المواطن، لأن كما قلت لك هناك معاناة كبيرة. أما توفير العدادات إن شاء الله نقدر على اتصال بالمديرية العامة، اتصال بالمحافظة، وإن شاء الله لن يقصروا تجاه أهلهم وناسهم.